بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من محلكم وميزات فتيحة عين سبع كنجد لكم الترحاب بلايف جديد، لايف مطرطق كيف العادة، الجديد مليء مليء بالمفاجآت، مليء بالصوت. صراحة ما يمكنش نجيو عندكم بواحد اللايف وما يكونش فيه الجديد. إذا كاين البريستيج، كاين اخر بروموسيون باقا حاليا في الكتروميناجي، سواء في الهاشوار ولا سواء في العصارات. اذا ولا بد من ذكروا بواحد ثلاثه الحوايج مهمين نطرقوا لهم قبل ما نبداو اللايف ديالنا. اول حاجه هو التوقيت ديال العمل ديالنا، اننا كنحلوا من 11 الصباح، من 11 ديال الصباح، وما كنسدوا حتى 12 الليل. من 11 الصباح كنسدوا غير وقيت الفطور، ما هذيك 6 حتى 8 بحال ما هكاك، مي كنبقاو حالين حتى 12 الليل. ثاني حاجه توقيت، واننا ما كنخدموش نهار الجمعه راه كنكونوا سادين. هذا ميساج لكاع الناس، لحقاش بزاف الناس تسخسخوا ما شافوش المعلومه في اللايف ديالنا، فاحنا راه نهار الجمعه كنكونوا سادين. وثالث حاجه غنطرقوا ليها، واننا كنديروا لا ليفغيزون للمغرب كامل، داخل الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، وغنجيكم ان شاء الله الديتاي ديال لا ليفغيزون وسط اللايف ان شاء الله. مي قبل نعطيكم الجديد، دخل الجديد صراحه، دخلوا واحد لي فاز على الشكل وعلى الالوان، شوفوا فاز واعر بريستيج خطير. كاين عندنا المرخم ديالو في البيض، كاين عندنا المرخم ديالو في الكحل، كاين هاد الزواقه حتى هي مرخمه في البيض وفي الكحل. صراحه واعرين هاد لي فاز وكبار تبارك الله، شوفوا قداش، راه ماشي صغار، كبار هاد لي فاز، كانوا ديجا عندنا الصغار ديالهم، هادو يلا دخلوا جداد. في انتظار ان شاء الله نقدروا ندخلوا الورد ديالهم ان شاء الله، حنا غادي نشوفوا نقدروا نخدموا عليهم هاد الاسبوع الجاي. فهاد لي فاز الثمن ديالهم عوض 100 درهم باش خداهم الناس، حتى 120، حنا كنديروا لهم فقط 60 درهم. فاز واعر بريستيج الثمن ديالو فقط 12 ميدريال. والجديد في الكوبا، يا سلام على الكوبا البريستيج، شوفوا معايا البريستيج واعر هاد الكوبا، كتجيب لومبالاج ديالها خطيره جدا، شوفوا تبارك الله كريستال، شي حاجه مخدومه اللهم بارك. كتجيبها السينتا بالدوغي ومن الفوق بالدوغي، الثمن ديالها عوض 120 عوض 130 درهم كنظن، باش كانوا كياخذوا الناس هاد الشيء، فقط 60 درهم 12 ميدريال. كوبا بريستيج كبيره تبارك الله 12 ميدريال، يا سلام على الجديد. وعندي لكم واحد الحطيطه غتعجب الناس الدواقه، انا غنعطيكم واحد اطلاله ان شاء الله وانا جايكم الاثمنه. شوفوا الطبيصيل ما بقاش فيه بزاف، ممكن اللي غيجي غدا هو اللي غيفوز، باقيين فيه واحد جوج ديال لي باك صراحه، لحقاش ديجا كان عندنا، حطيت لكم مع هاد المعلقات اللي ما غيتهم معاه، جاو في النوار مع النوار، يا سلام هاد الزليفه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. مي صراحه اونسومبل واعر رويال، الناس الدواقه اللي ديجا داو عندنا هاد الطباصل غيعرفوا علاش كندوي. هاد الشيء راه نورمالمون هاد التبصيل، هاد المويان الثمن ديالو كنا كنبيعو 52 درهم، اليوم راه مصولدي كنبيعو 63 درهم. شو طبصيل تبارك الله النمره 28، شو كاين مطروس تبارك الله اللهم بارك، كنبيعو لكم 63 درهم. وهاد الكبير ديالو النمره 32 كبير ديالو كنبيعو لكم جوج ب 50 درهم، يا سلام. هاد الزلافه غنبيعو لكم 10 زلافات فقط ب 110 درهم، ما بقاش فيها بزاف هاد الزلافه، قربها تساله زلافه بريستيج. بالنسبه لهاد الميناجي واعره، عندنا في النوار، عندنا في الازرق، عندنا في الاحمر، كيجي معاها المويس ديالها، كتجي معاها الفورشيط، وكتجي معاها معلقه كبيره ومعلقه صغيره، تقيقلين تبارك الله، شوفوا معايا تقيقلين، وكيجيو مطروزين واعرين. هاد لونسومبل نورمالمون كتجي فيه وحده، الثمن ديالها فقط 70 درهم. غزلان عطيني اونسومبل ديال المعالق من ليه، نوريكم اونسومبل كي داير باش تاخذوا واحد الفكره. الناس اللي بغاو يجيو يديهم هادو كيمشيو حتى كادو صراحه، واعرين ومطروزين، كتجي فيهم الطرز ديال الاناناسه. عطيني شي جلوينات نوري الناس اللوينات، عندنا في بزاف اللوينات، ها هما كيفاش كيجيب، كتجي باكي بحال ما هكا، ها هي عندنا في لو فيغ، شوها ممكن تمشي حتى كادو للبيرسون شي واحد عزيز. وعندنا في البلو، كاين عندنا في الغوز، كاين عندنا في الاحمر. هاد الباكي الثمن ديالها 70 درهم وقريبا غتسالى، ولكن اللي قريبا غيتسالى وباقي فيه لا بروموسيون هي الهاشوار وهي العصاره ان شاء الله اللي غنجيكم ليها. الجديد يا سلام على الفراقه، فراقه بريستيج واعره دخلت جديده، شوفوا معايا الثمن ديالها فقط 60 درهم، صحيحه تبارك الله وبريستيج خطيره، 12 ميدريال باش كنبيعوها 60 درهم، يا سلام على ثمن. وكاين الجديد في الكاس، شوفوا معايا دخلت لكم ميزات فاتحه، كاس زمان الملون، كاس زمان الملون دخلنا لكم الكبير ديالو
دخلنا الصغير ديالو، شوف كيفاش جات بارك الله في هذه الحطيطه بلديه، اللهم بارك. عندنا هذا كاس زمان، غنجيكم الباكيات ان شاء الله. ست الكيسان كنبيعوهم ب 60 درهم الكبير، المويان كنبيعو ست الكيسان ب 50 درهم، وعندنا الباكيه ديال 12، مي ان شاء الله نمشي حدا الكيسان ونوريكم الديتاي ديالهم. كيسان واعرين صراحه ومخدومين اللهم بارك، كتجي فيهم هاد السنتة بالضوغي، ومن الفوق حتى هاد السنتة حتى هي بالضوغي، لحقاش كاين شي وحدين في السوق ما فيهمش هاد السنتة من الفوق بالضوغي. هادو فيهم جوج سنتات رائعين صراحه واعرين خطيرين. والجديد في الكاس عاوتاني شوفوا معايا، كاس واع صراحه حتى هو. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالكليان الزوين ديالنا، مرحبا بكم. ام سعد كتقول لنا المقلات البغرير واعره بزاف بزاف اللي خديتي من عندكم اليوم، شحال دعيت مع لاله فاتحه الله يكبر بك. اختي ام سعد عقلت عليك السيده دات المقلات البغرير وقالت لي، وقالت للويده واش زوينه، قالت لي راه زوينه وداتها شو تبارك الله. المهم شهاده شهاده حق على المباشر، شكرا بزاف ومرحبا بك اختي، ما حالكم معنا. عندنا هاد الكاس ها هو اهلا وسهلا دخل جديد. هاد الكاس هذا الناس اللي كان ديجا كياخذوا كاس اهلا وسهلا غيعقلوا عليه. هاد الكاس كانوا الناس كياخذوه ب 130 درهم، اليوم هميزه فاتحه دخلت لكم هاد الكاس في الدوغي وفي لارجونتي فقط ب 70 درهم، وعندنا زواق اخرى واعره حتى هي قنديل فقط ب 70 درهم، وغنوريكم ان شاء الله الكاس. انا جايكم بالكاس، غنسلم معكم هاد لاطاب ان شاء الله وغنمشي نوريكم الكاس. عندنا براد ديال فاس دقيق الواعر مويان كنبيعوه فقط ب 150 درهم، ها هو 150 درهم هاد البراد، ماشي الصغير وماشي المويان، المهم واحد القياس يلاه يلاه تبارك الله يلاه ولاو كيديروا هاد القياس هذا، كيجي تبارك الله ما بين الصغير وما بين المويان. هذا الثمن ديالو 150 درهم ودقيق الواعر صراحه. عندنا هذا البراد ديغرادي، ديغرادي خطير، هذا المويان الثمن ديالو 4600 ريال، وجاي ان شاء الله الشكيلات ديالو الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ان شاء الله جايين الشكيلات ديالو، غير بقاو معنا في اللايف اللي جاي ان شاء الله. راه كاينه السلعه ديال فاس، كنا غندوزوها نورمالمون هذا الحد، ولكن للاسف هاد البراد تعطلوا باش يذهبوهم، كان شي مشكل عندهم ما عرفتش. المهم غايجيو ان شاء الله هذا الاسبوع الجاي ولا الاربعاء ان شاء الله غندوزوهم لكم في اللايف. مرحبا بكم. يا سلام على الزلافه، شوفوا هاد الزلافه، شوفوا الطبسيل تبارك الله كي جا، والثمن اهم حاجه في هاد الزلافه وهاد الطبسيل هو الثمن. شوفوا معايا غنمشي لكم ان شاء الله حداهم وغنوريكم هاد السلعه ديال الزاج، لحقاش قريبا غتسالى وقريبا غتزاد، نكون معكم صريح. عندنا هاد الزلافه تبارك الله، شوفوا معايا زلافه كنبيعوا لكم 10 زلافات ب 40 الطباصل، سمحوا لي التبسيط، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباصل ب 40 درهم، 10 ديال الطباصل فقط ب 40 درهم، عوض واحد ب 6 درهم كتاخذوا 10 طباصل ب 40 درهم. عندنا زلافه كبيره كتجي مع اصوغتي كنبيعوا لكم 10 طباصل ب 1000 ريال، شوفوا اونسومبل كيدير تبارك الله، 10 10 يعني 20 بياسه غطيح لكم فقط ب 90 درهم، ثمن هائل جدا. عندنا واحد ليبول كيجيو معاهم اصوغتي حتى هما، هادو كنبيعوا لكم 6 ديال ليبول 6 ب 35 درهم. يعني هاد السلعه ديال الزاج، واكرر حتى هي ان شاء الله قريبا غادي تزاد، هادشي الناس اللي كيدخلوا هاد السلعه اللي كيقولوا لنا لحقاش الترونسبور ديال هادشي طلع، هادي باقا بالثمن القديم ديالها، دونك جيو فوزوا بها وبروفيتيو البول. وعندنا واحد الهوته في التبسيط صراحه، غنجيكم ليه ان شاء الله غنديروا فيه واحد لابروموسيون واعره خطيره، نكمل لكم ان شاء الله هاد لاطاب اللي عندنا ونجيب لكم السلعه اللي قريبا غتسالى في الكتروميناج. اذا اخر اخر حاجه بقات عندي في هاد لاطاب وهو كاس زمان، فالملون ها هو ديجا عندنا، كنجيبو لكم الملون، وعندنا حتى البلدي، هذا البلدي راه حتى هو كاين العشاق ديالو تبارك الله، هذا كنبيعو لكم 6 الكيسان، 6 باكيه فيها 6 ب 30 درهم، وهذا 6 ب 60 درهم هذا الكبير، وعندنا المويان ديالو، أنا غنجيكم إن شاء الله. بالنسبة للميناجي المليحة تبارك الله الأكثر مبيعا، هذا الميناجي أكثر ميناجي تبعت لنا في المحل صراحة، نظرا للجودة ديالها والناس اللي كيجيو للمحل كيقلبوها صراحة ما كي ما كي ما كيتردوش أنهم ياخذوها. عندنا 6 المعالق، 6 ديال المواس، 6 ديال لي فورشيط، الثمن ديال هذا الباك كامل فقط 170 درهم، 18 البياسة ب 170 درهم، في حين أنكم إلا مشيتوا للمحلات اللي كيبيعوا هذا الشيء الغالي ديال لي زوطيل، تقدروا تلقاو هذه المعلقة بوحدها، معلقة كيبيعوا البياسة بعدها. غير باش نعطيكم واحد المعلومة. المحل اللي المحلات اللي كيبيعوا لي زارتيكل ديال لي زوطيل هادشي راه كيبيعوه البياسه، معلقه وحده بحال هذه كتوصل حتى ل 30 درهم 35 درهم، حنا كنبيعوا لكم باك بواحد الثمن هائل اللي هو 170 درهم، دونك جيو فوزوا به. كوبا واعره دخلت جديده 60 درهم كريستال 60 درهم خطيره، يا سلام على الكغاف ويا سلام على الكيسان، شوفوا معايا هاد الكغاف والكيسان اللي دخلت جديده، كغاف واعره صراحه مشكله، ما كنتش غنبينها في اللايف صراحه لحقاش قربات سالا لينا، ما دوزناش في اللايف، دخلت نهار اخر لايف درناه نهار الاربعاء، دخلت نهار الخميس
من نهار الخميس هي كتباع، الناس اصلا معروفه ديجا كانت عندنا، والناس عاودوا طاروا عليها مع دابا رمضان، بقى فيها شي حاجه قليله صراحه الكغاف، وهاد الكويسات حتى بقى فيهم شي حاجه قليله كتجي واعره الكغاف، ولكن ان شاء الله كنوعدوكم ان نهار الثلاث غادي يدخلوا ان شاء الله. درنا واحد المجهود كبير صراحه باش ندخلوا واحد الستوك، واخا ندخلوا فيها بعدا غير واحد لا كونتيتي باش يفوجوا بها الكليان الزوين ديالنا. هاد الكغاف كنبيعوها ب 60 درهم، واعره خطيره صراحه، كتجي كتهز من هنا، الثمن ديالها واعر مقارنه مع الجوده، وتبارك الله كتهز بزاف، 60 درهم. هاد الكيسان واعرين حتى هما كيجيو مع اسوغتي، كنبيعوا لكم 6 الكيسان ب 40 درهم، 6 ديال الكيسان ب 40 درهم، وكغاف 60 درهم، إذا اللي خدا هاد الباك كامل كيبقى لي ب 100 درهم، كيسان واعرين ديال تركيا، وكغاف خطيرة حتى هي، الزاجرة صافي اللهم بارك. والوحوش، يا سلام على الوحوش، أرى لي الوحوش، سيلفر كريست، شوفوا معايا. سيلفر كريست الجديده في السوق واللي اكتسحات ليا لي مارك كاملين، شات سيلفر كريست صراحه جايه بواحد السرعه في السوق، واكتسحات لي مارك اللي شادين بلاصتهم ومزاجيه ان شاء الله بالجديد. مولاها اللي كيدخل هذا كيقول لنا راه مزاجيه ان شاء الله سلعه. الهاشوار شوفوا معايا تبارك الله، العصارات الوحش الشكيلات واللوينات، لي هاشوار على الشكيلات وعلى اللوينات، وهاد لي هاشوار ما بقاش فيهم بزاف في السوق، وراكم عارفين الا فات رمضان راه ما غنبقاوش نخدموا بهم بزاف، اذا كنعاود نكرر اللي باقي ما فاش بهاد الهاشوار يجي يديها، راه ما غيعاودش يلقى بحالها، الا تسالات في السطوك راه ما تعاودوش تلقاو بحالها. الموتور اللي فيها اللهم بارك في 1000 واط، هاشوار فيها 1000 واط، بريستيج فيها اللي فيه بريستيج، معها الجيله ديالها، معها المواس ديالها، كتهز 3 ايطرو، الثمن ديالها فقط 180 درهم، كاين عندنا في هذا البلو، كاين عندنا في الاحمر، كاين عندنا في هذا لو فيغ رويال او لو فيغ اللي هو مخزاني، واعرين صراحه. ديكور دار وديكور، يعني دار العمليه تبارك الله، وديكور كتجي واعره في لاكويزين، الثمن ديالها 180 درهم. العصاره الوحش ما غندويش لكم عليها، دابا راه دايره طوندونس في الانترنت، ولكن ردوا البال راه كاينه الدوزيام. ردوا البال راه كاين وكاين، اي حاجه تكون دايره طوندونس بزاف في الانترنت راه كيكون فيها الدوزيام بزاف. حنا جايبين لكم سيلفر كريس، سيلفر كريس تبارك الله فيها 2200 واط، فيها لي فيتاس ديالها 15 فيتاس، كطحن الزاج كطحن كلشي، رائعه صراحه وعمليه. عندنا فيها هاد اللوينات كاملين، حليناهم الصراحه باش الناس يشوفوا اللوان اللي كاينين فيهم، بزاف الناس كيبقاو يسولونا هذا السؤال سيرتو الناس ديال لا ليفغيزون. الثمن ديالها كاين فيها حتى البيضه غيزلان ياك، راه كاين فيها حتى البيض، ولكن البيض واقيلا ما بقاش، باقي غيزلان شي كرطون تتحليه، كرطون اللي مازال كاين في الديبو تتحليه تشوفي الا شي واحد اللي بغا او كاو. دونك الثمن ديالها 250 درهم، 5000 ريال. عندنا لي هاشوار الثمن ديالهم فقط 180 درهم، هاشوار 3 ايطرو بريستيج واعره، الثمن ديالها 180 درهم، خطيره جدا صراحه. ويا سلام غيزلان هذه تبارك الله صدماتنا في المبيعات هذه. اري اختي البريز باش الناس يشوفوا، اري البريز هاي ديك الارونج، وندير مع الناس واحد التجربه على المباشر في هذه باش تعرفوا الجوده ديالها. هذه كتجي عندنا حطيها هنايا، ركبيه البريز ديالها وحلها، كتجي عندنا من لاماك لاماكوم، كتهز 150 غرام، كيجيو معاها المواس ديالها ديال الشونج، كيجيو معاها الشاربونات. والناس اللي ما عارفين شنو هما الشاربونات، انا غنقول لكم دابا، غنقول لكم دابا الديتاي ديال الشاربونات، دابا غنقول لكم الديتاي ديال الشاربونات. اذا مرحبا بكم، اجي اختي شدي التليفون، اجي من هنا وري الناس عتي واحد الموتور فيها تبارك الله، الاخضر واليابس، هادي هي معناها كطحن الاخضر واليابس. هاد غيزان هاد لي زارتيكل هادو كاملين، هادو لي زارتيكل غلادياتور ياك كنسميهم، وحوش. شوفوا معايا تبارك الله، كيجيو معاها المواس هما ديال الشونج، شاري هنا هنا، كيجيو معاها، لا شوفي حطيها هنا، كيجيو معاها المواس ديال الشونج، وكيجيو معاها هاد الشاربونات، شوفوا معايا الشاربونات، وغنعطيكم المعلومة المفيدة ديال هاد الشاربونات، حقاش الناس دابا المراوات ما غيعرفوش بزاف الشاربونات. شوفي غيزلان، شوفي تبارك الله، علاش شحال كدور هادي غيزلان؟ كدور 28000 دورة في الدقيقة، 28000 دورة، يا سلام، واعرة كتجي من لاماك لاماكوم. نقول لكم شناهو الشاربونات، هادو الإخوان بعد الثمن ديالها كدير 270 درهم، وقريبا غتسالات هي غيزلان، لحقاش هادشي كندخلو غير في رمضان. عندنا معاها الشاربونات، إذا هاد الهاشوار مثلا أوكا أو من بعد شي حاجه، اي حاجه الكترونيك الا تحرقات لك ما كتبقى عندك ما دير ليها ياك غيزلان. هذه الا تحرقات فيها واحد البيب هنايا، ها هو فيها واحد البوغ هنايا كيتشونج عليها هذا الشاربون، ما كتحرقش هذه، وهاد جوج الشاربونات كاع الا تقاداو لك كيتباعوا عند الدروك غير رخاص، الثمن ديالو ما فيهش ما وصلش 20 درهم، كتشونجيها واخا تحرق لك كتبقى ديما عمليه.
اذا هادو غراتوي الثمن ديالهم كيدير حتى 30 درهم الوحده ها هما جوج غراتوي الموز ديالها غراتوي كتهز 150 غرام بالشيشه ديالها حتى هي كتجي معها والثمن ديالها فقط الثمن ديالها فقط 270 درهم الناس خداو 100 غرام 100 غرام خداو ب 350 درهم السيده اللي جات داتها غزلان 350 درهم خداتها السيده قالت لي انا اللهم 150 غرام وناخذها بهذا الثمن مرحبا بكم والسلعه اللي خاصكم تفوزوا بها وقريبا غتسالى عندنا العصاره ديال الليمون واعره لاماكوم خطيره صراحه كدور في دو سونس هذه على اليسار وعلى اليمين لاماكوم كدير 110 درهم عندنا هذه بريطاني الكبيره عندها جوج لي زوبسيون ديجا وريناها في اللايف كدير 130 درهم بالنسبه للميكسور كومبلي كيجي معاه هاشوار كيجي معاه دراب كيجي معاه الراز العصير والغراف هذا الشيء كامل الثمن ديالو فقط 150 درهم فيزلر وطالع في وات في 400 واط ماشي بحال العادي اللي فيه 200 واط مرحبا بكم بالنسبه لهذا الدراب هذا معاه البول ديال لينوكس خطير فيه حتى 7 ديال لي فيتيس واعر صراحه الثمن ديالو 120 درهم مازال ديسبونيبل عندنا عندنا هاشوار 3 ايترو كوكينغ خطيره تاهي اللهم بارك كوكينغ واعر هذا الهاشوار تاهي وقريبا غتسالى ما بقاش في ستوك بزاف الثمن ديالها 190 درهم فيها خمسه المواس ودراب خمسه المواس ودراب فيها ثلاثه ديال لي فيتيس وكتجيب اليد ديالها هنايا هايا كتجيب اليد ديالها الراس ديالها اينوكس الثمن ديالها فقط 190 درهم امبريال حتى هي ما بقاش فيها بزاف كيجيو فيها جوج ديال لي فيتيس كيجيو فيها ثلاثه ديال المواس وثلاثه ايترو الثمن ديالها فقط 180 درهم عندنا الهوم ماستر الهوم ماستر كنصح بها الناس بزاف هاد لا مارك ما نقولش لكم غير الهاشوار عندنا البلاندر ديالها عندنا الهاشوار ديالها هاد لا مارك خطيره اللهم بارك صراحه عندنا جوج ايترو فيها اربعه ديال المواس كيجيو فيها جوج ديال لي فيتيس الراس ديال اينوكس والموتور ديالها قوي بزاف الثمن ديالها 160 درهم عندنا بانيني عندنا واحد البانيني مونشاف واعره اون غرانيت الثمن ديالها 220 درهم اينوكس من برا وغرانيت من الداخل دراب خطير لوكسيس اوريجينال في 4 ديال الريوسا الثمن ديالو باش كنبيعوه فقط 60 درهم ميزان الكترونيك كيز حتى 10 ايترو حتى هو فيه الطار وفيه فيه لي مود الثمن ديالو فقط 60 درهم ديال العطريه اللي فيها 4 ديال المواس ماشي اللي فيها جوج كنبيعوه فقط ب 65 درهم اينوكس من برا واعره واينوكس من الداخل خطيره جدا اذا هاد السلعه هادي راه قريبا غتسالى وممكن ما نعاودوش ندخلوها الناس اللي مازال ما فازوش بها يجيبوا يفوزوا بها سيرتو كندوي على العصاره ديال الليمون راه كندخلوهم بزاف اكثر في رمضان من بعد رمضان ما كنخدموش بهم بزاف حاجه اخرى لي هاشوار تاهما اللي ما فازش بهم راه صراحه البروموسيون زوينه فيهم جيو بروفيتيو راه ما بقاش فيهم بزاف المقله العجيبه عندنا هاد بالزانو 100% اوريجينال هاد بالزانو 100% اوريجينال واتحمل مسؤوليه ما اقول لحقاش الا مشينا مثلا لديسيني ولات فيها دايسيني ولات فيها ديسيني ولات فيها داسيني بزاف ديال لي دوزيام ولاو فيها باغ كونتخ بالزانو مولاها اللي كيدخل هادشي كامل كاع لي مارك هاد بالزانو كياكد ليا انها هي الوحيده اللي باقي عنده قديمه وباقا بلا كاليتي قديمه اللهم بارك الثمن ديالها كنبيعوها ب 180 درهم واعره صراحه كتجي معاها جليده زايده خطيره جدا دخلنا لكم حتى هاد اونيكو ناقص عليها بواحد 10 دراهم اون غرانيت هذه الصراحه عجبناها الناس اللي بزاف وصاونا على الغرانيت وثمن زوين هذه كاليتي ديالها حتى هي زوينه صراحه مي كان صراحه نعاود ناكد ان هذه احسن وهذه كدير 170 درهم اون غرانيت معها جلده زايده خطيره جدا صراحه 170 درهم وهذه 180 درهم بالنسبه للعصاره الخطيره اللي كتجي اون اينوكس يعني الناس اللي عندهم الوليدات ما كيتكايسوش عندهم اللي كيبغوا شي حاجه صحيحه فهاد الكاس اون اينوكس عصاره فيها 4 فيتيس ومعها حتى الراس ديال العطريه الثمن ديالها 230 درهم حتى هي قريبا غادي تسالى جيو فوزوا بها هاد العصارات غنعاود ناكد لكم ان العصاره الوحش الثمن ديالها 250 درهم واعره ومازال ديسبونيبل في ستوك عندنا مرحبا بكم جيو ديوها هاشوار 3 ايترو 1000 واط الثمن ديالها 180 درهم فيها افي بريستيج فيها جوج ديال لي فيتيس المواس ديالها خطيره حتى هي ان شاء الله ديسبونيبل عندنا في المحل جيو مرحبا بكم جيو فوزوا بها خلينا غير نوري الكغاف ونوري شوفوا البريستيج شوفوا 60 درهم فاز واعر 12 مدريه فاز واعر مرخم شوف كيفاش داير مرخم ب 12 مدريه عندنا شاف الكحل 60 درهم فاز خطير جدا ب 12 مدريال يا سلام يا سلام على الثمن اذا الكيسان دخلوا صراحه الجديد في الكيسان اول حاجه غنبدا لكم بها وهو كاس زمان كاس زمان عندنا هذا فيه 6 كنبيعوه ب 1000 ريال باكي فيها 6 ديال الكيسان زمان مويان ب 1000 ريال عندنا هذا الباكي اللي فيها الكاس كبير شوفوا معايا كاس كبير كنبيعوه فقط هذا ب 60 درهم
هذا المويان وهذا الكبير. لحقاش هذا الكيسان ديال زمان راه فيهم لي طاي. عندنا المويان ب 1000 ريال وعندنا نشوفوا هذا الكومونتير زوين صراحه. لي كومونتير زوينين كيشجعوا باش نكونوا معكم صريحين. شي غير كلمه زوينه يجي عندك واحد المحل يعطيك غير كلمه زوينه ويموتيفيك والله حتى تخدم معاه واخا تكون ماشي صايم صايم معين ومدقدق. كتقول تبارك الله عليكم سمين ابو شمس معاملتكم مختلفه واتمنه ديالكم مناسبه وسلعتكم زوينه وتعطر الناس الخاطر وكتعطيو الناس الخاطر تتواصلوا معاه وتعطيونا الوقت تنصح اي واحد باش يشري شي حاجه خاصه اللي في المدن الاخرى يطلبها من هذا المحل. ففي اطار هذا الكومونتير نوريكم الناس اللي كتيقوا فينا باش نزيد نبين لكم. ما كنبغوش نبينوا الصراحه لي كوموند ولكن غنبين لكم وغنعطيكم طريقه التعامل. لحقاش الناس اللي خارج المدن تعاملوا مع بزاف المحلات وان فوا كيتواصلوا معنا وبالاعتراف ديالهم ماشي مجامله ولا كنشكروا في راسنا. قالوا لينا اكثر محل كيتجاوب معنا وكيعطينا الديتاي وكيعطينا الوقت هو نتوما وكوموند وكوموند وكوموند. ها لي كوموند غيخرجوا ان شاء الله غدا اللي دازوا اليوم. ها هما هادو هما لي كوموند. عندنا ديال الخميسات عندنا نورمالمون ديال القلعة السراغنة. كاينة السيدة ديال القلعة السراغنة صراحة كتقدم عندنا هاد السيدة ديال الخميسات. أرا غزلان غزلان هاي أختي نحلو الناس نوريهم هاد الكوموند هادي نوريكم تا لومباراج. هاد السيدة اللي في الخميسات صراحة كليون فيدال ديال المحل ماشي أول مرة غادي تقدم المحل. غنحل لكم هاد هاد الكرتونة نوريكم حتى لومباراج سيرتو الناس اللي خارج كازا. لحقاش المعاملة والتعامل مع الكليون هي أهم حاجة صراحة. هاد السيدة صراحة كتقدم عندنا ديما الماء لدارها. خدات من عندنا هاد التويشية هاي ديال الشباكية. خدات من عندنا الطاسات. خدات من عندنا البريق. خدات من عندنا لاسبيراتور بريما كويزين راه مازال ديسبونيبل عندنا هي. مازال ديسبونيبل عندنا لاسبيراتور بريما كويزين. خدات من عندنا الكيسان. خدات من عندنا سميتو شكيقولوا ليه البراد لي كاسرول صراحه كتقدى ديما وكتقول لي انا كنقارن الاثمنه ديالكم مع شي محلات عندنا في الخميسات. قالت لي لا مجال للمقارنه. بالنسبه للطباسل شوفوا كيفاش كنومباريهم. كنديروا لهم سكوتش ضروري هما الطبيسلات. كنديروا لهم سكوتش وكنديروا لهم هكا الكرتونه باش ما يتاذاوش بحال ما هكا ماشي هادو الطبيسلات صغار خداتهم كنديروا لهم. المهم هذه غير بغا نعطيكم واحد اطلاله على كيفاش كنومباليو السلعه باش توصل للمواليه الحمد لله في امان الله وحفظه. بالنسبه لليفغيزون الناس اللي بغاو شي كوموند كتسكرينيو وتصاور من الاحسن تصاور. لحقاش لي زوديو كيكرفصونا باش نكون معكم صريح. كتاخذوا التصاورات كتصيفطوا لنا في الواتساب لا كوموند ديالكم في نفس النهار كنجاوبوكم اولا يقدر تكون من بعد كاع تعطلنا ساعات المكانه كنجاوبوكم في الواتساب اللي كاينه واللي ما كايناش. اللي كاينه كنجمعوا لكم الطوطال كنصيفطوا لكم الطوطال ولو غيب ديالنا النيميرو ديال البنكه كترسلوا لنا الفلوس الغد ليه كنصيفطوا لكم السلعه ديالكم كتوصلكم في ظرف 24 ساعه. الشركه اللي كنخدموا معها هي شركه التوصيل كتوصل راه شركه التوصيل كدير لها اشهار نورمالمون في التلفازه تابع لويسترن يونيون كتوصل ب 35 درهم الكوليه. باش نشرح الناس هذا سؤال كطرح عليه بزاف سمحوا لي طولت عليكم. بحال دابا هاد الكوليه كتشوفوا فيها ها هي الكوليه كامله غتمشي ب 35 درهم. هاد الكوليه كامله هادي غتمشي ب 700 ريال. غتوصلك حتى لباب الدار لا ب 700 ريال. هاد الكوليه كامله هاي كامله غتوصلك ب 700 ريال. مرحبا بكم. المهم هادي غير واحد النبذه على لا ليفغيزون. مرحبا. بالنسبه لكاس زمان فدخل صراحه هاد الباكي واعره شوفوا معايا هادي غطلع لكم رخيصه وزوينه. عندنا باكي فيها 12 كاس عوض هادو الا خديتو 6 عندنا هادو 6 كنبيعوهم ب 60 درهم. الا خديتو 12 كندير لكم واحد لا بروموسيون زوينه هادو 6 ب 60 و 6 ب 60 هي 120. اللي خدا 12 باكيه فيها 12 كنبيعوهم فقط ب 100 درهم. 12 كاس زمان كبير ب 100 درهم كاس واعر بريستيج خطير الثمن ديالو 100 درهم صراحه في لوينات واعرين اذا جيو فوزو به راه ديسبونيبل دخل نورمالمون البارح هذا الكاس هذا. مرحبا بكم جيو فوزو به. يا سلام يا سلام على الكاس الجديد الكاس الرائع الجديد شوفوا معايا اهلا وسهلا كاس شحال هذه كنا كنشوفوه في البيوت عاود رجع لينا من جديد عوض 120 درهم 150 درهم 70 درهم
12 كاس ملون ب 70 درهم، اهلا وسهلا. عندنا كاس قنديل واعر حتى هو، كاس كبير تبارك الله، هذا قد ديال قد كاس ديال العنبه ومخدوم اللهم بارك، 12 كاس حتى هو 70 درهم. هاد اهلا وسهلا راه عندنا في الدوغي وعندنا في لارجونتي، وهذا القنديل الملون راه حتى هو عندنا في الدوغي وعندنا في لارجونتي. بالنسبه للكيسان اللي مازال ديسبونيبل عندنا، كاين عندنا كاس فلاما، نديكم هذا الكاس بعدا ديال الريشه، الثمن ديالو 55 درهم، 55 درهم هذا الكاس. بقات عندنا غير هذه الزواقه، يلا ان شاء الله غيدخلوا الزواقه الجداد هذه السيمانه الجايه، نهار الثلاث ان شاء الله غادي يكونوا. عندنا كاس فلاما 170 درهم، قريبا غيتسالى ولا دخل موراها غيرجع ب 180 درهم، دابا فيه بروموسيون دايرين فيه 170 درهم، وفي الاسواق راه كيوصل حتى ل 230 درهم. الناس اللي كيتقداو من انستغرام راه هما اللي غياكدوا لكم هذه المعلومه هذه. كاس تا هو مزوق واعر تبارك الله، شوف الزواقه خطيره، الثمن ديالو 70 درهم. عندنا الكاس مضلع الكبير، شوفوا معايا 70 درهم عندنا في هذه الزواقه، وعندنا في هذه الزواقه 70 درهم. عندنا حتى هذه الزواقه كاس مضلع الكبير كنبيعوه ب 70 درهم. كاس الريشه الكبير ها هو 70 درهم حتى هو. بالنسبه للكيسان ديال 70 درهم الصراحه ولينا كنخدموا عليهم بزاف، باش نكون معكم صريح، لحقاش ديال كاس ديال 60 درهم الناس بحال قنعوا منه شويه، قال لي زعما حتى نورمالمون ديال 60 درهم حنا كنبيعوه ب 55 درهم، الناس بحال قنعوا شويه من هذا الكاس، ولاو باغيين شويه كاليتي زايده شويه، فكيزيدوا واحد 15 درهم، وكياخذوا كاس واعر شو كيدير تبارك الله، الثمن ديالو فقط 70 درهم، هذا الكاس كاين اللي كيسميه الشبكه، كاين اللي كيسميه ما عرفتش مثلثات، كل واحد كيسميه، 70 درهم هذا الكاس حتى هو. عندنا هذا الكاس صحيح ها هو، عندنا في الدوغي وفي لارجونتي الثمن ديالو 70 درهم، عندنا هاد الفريخات هادو حتى هو الثمن ديالو 70 درهم. هاد الكيسان راه ملاح تبارك الله ومخدومين وكبار، كاس تبارك الله صراحه ناضي، وباش نعطيكم لا ديفيرونس ما بين ما بينه هو وما بين ديال 55 درهم، باش ما تمشيوش باش ما يوقعوش مغالطات. عندنا الكاس ها هو، شوفوا معايا ها هو، هذا هو الكاس ديال 55 درهم، وهذا هو الكاس ديال 70 درهم، هذا كبر منه وتا كاليتي ديالو زيد واحد شويه. مرحبا، والناس بزاف ولاو كيبغيو هذا، باش نكون معكم صريح. إذا مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجة مرحبا به، كلشي كنجيبوه الحمد لله، الدرويش يعيش، اللي عنده يعيش، اللي ما عندوش يعيش، كلشي مرحبا به. عندنا كاس مرخم تاينا في الكحل، غيدخل شهر ثلاث إن شاء الله، وغيدخل واحد الزواقة كانت سالات لينا، واعرة تاهي قريبة إن شاء الله غتدخل، هذا الثمن ديالو 95 درهم، باقي عندنا غير في البيض، وعندنا هذا تا هو 95 درهم، راه عاود جا من جديد 95 درهم، مرحبا بكم. هذا الشيء في إطار الكيسان، والكاس الزمان اللي جا جديد، جيو فوزوا به، راه 12 كاس. راه 12 كاس ها هو، 12 كاس ديال زمان كنبيعوه ب 100 درهم، 6 كنبيعوهم ب 60 درهم، والموين ديالو 6 كنبيعوهم ب 50 درهم، إذا ما تبغوش هنا بالبارطاج ديالكم، أعطيونا لي جيم، الناس يلاه التحقوا بنا، السارة غلادياتور الثمن ديالها 250 درهم، عاود جات عاوتاني في اللوينات، عندنا هاشوار خطيرة، 3 إيترو 1000 واط 1000 واط وكرر 1000 واط، الثمن ديالها 180 درهم، رائعة، السارة ديال لينوكس الثمن ديالها 230 درهم. هادشي في اطار الجديد والسلع اللي مازال ديسبونيبل عندنا، مرحبا بكم. يا سلام، كغاف واعره واعره واعره، الكغاف الثمن ديالها 60 درهم، باقا فيها شي حاجه قليله، ما كاين غندخل ان شاء الله غنجيبوها لكم، نحضرها لكم هذه. اذا دخلوا هاد الوريدات هادو بريستيج واعرين، شوفوا معايا كنبيعوا لكم خمسه ديال الوريدات ب 35 درهم، مازال عندنا هادو حتى هما كنبيعوا لكم خمسه ديال الوريدات ب 35 درهم، وعندي لكم واحد الباك، عندي لكم واحد الباك اللي رائع وفيه بزاف تزواقات وخطير جدا. عندي هاد عندنا هاد الباك فيه 6 ديال الطباس الغارقين بحال هادو، وفيه جوج طوال بحال هادو، ها هما طوال و 6 صغار، اذا مما يعني هاد الباك فيه 14 البياسة، فيه 6 مويان و 6 صغار هي 12 وجوج كبار، ها هما نحط لكم حدا بعضياتهم باش يبانوا لكم، وجوج كبار هما هي 14 البياسه، نورمالمون هذه كانت كدير 15 درهم، إلا حسبنا غير 6 غنلقاهم واصلين 91 درهم، اليوم هميزة فاتحة كتجيب لكم باك كامل فيه 6 مويان 6 صغار جوج كبار فقط ب 110 درهم، 2200، وعندنا بزاف الزواقات، وعاودوا جاو الحمد لله الزواقات كاملين ديالو، عندنا هاد الزواقة هذا ها هي، شو هاد الزواقة واعرة صراحة. عندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل، عندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل، وعندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل. فاطمه اخداد كتقول لنا السلام عليكم، في كاين المحل؟ المحل اختي كاين في عين السبع في كازا في الدار البيضاء، الى عندك جوجل مابس
بيان سيغ غتكون عندك في التليفون، فغتكتبيه ميزات فتيحه في جوجل مابس غيتجيبك حتى قدام المحل عندنا. مات 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 فهمتيني، ما غدوخي ما والو، سينو ما عرفتيش كاع وتلفتي. كاين نمره التليفون ديالنا في ديسكريبسيون ديال الفيديو، صيفط لنا ميساج في الواتساب ونصيفط لك لوكاليزاسيون ولا نعتو لك بالتليفون. مرحبا، اي طريقه تناسبك مرحبا، حنا موجودين ديسبونيبل. السلام عليكم، في كل محل. السلام عليكم، الترموسات المرخمين واش كاينين عندنا؟ اختي الترموسات المرخمين ها هما عندنا هادو في الكحل في البيض التلاولينا، الثمن ديالهم 120 درهم، جوج ترموسات 120 درهم، عندنا حتى هاد الزواقه فيهم 120 درهم، عندنا هاد الترموس فريخ، عندنا في لارجونتي وعندنا في الدوري، الثمن ديالهم جوج 120 درهم، عندنا هذا ها هو بريستيج واعر ما بقاش عندنا في الكحل، باقي عندنا غير في البيض، الثمن ديالو 150 درهم، خطير جدا. هاد الميكسور قبيله ما دوزتوش لكم، الثمن ديالو 120 درهم بالرجيله سمحوا لي. عندنا هاد الترموس واعر ديال ايليت اينوكس من برا ومن الداخل، الثمن ديالو فقط 60 درهم، 1200 درهم. المهم بالنسبه للمرخمي باش نلقاك في السؤال ديالك، بقاو عندنا غير الكحلين الثمن ديالو 120 درهم. الريغال مازال ما دخلناهمش، مازال ما جاوش ان شاء الله، هنا غيدخلوا للسوق نعاودو نجيبوهم. دونك نكمل لكم لا بروموسيون اللي عندنا. اذا لا بروموسيون اللي عندنا، عندنا هاد التوشيات خطيرين، شوفوا معايا تبارك الله، هذه على ثلاثة كنبيعوها ب 140 درهم، فرقة بريستيج واعرة، كاينة في الدوغي، كاينة في لارجونتي، كاينة في الكحل، كاينة في الخضر، الثمن ديالها 140 درهم، خطيرة جدا هذه الفرقة وبريستيج، وصراحة دايرة طوندونس هذه فيها ياك غزلان؟ أنت كتكوني في المحل بزاف، ما شفت ستوك هذه دايرة طوندونس هي هذه السيمانة، الناس داوا بكثرة، نظرا للجودة ديالها والثمن ديالها هذو كيتحيدوا وتغسلوا، واعرة صراحة، 140 درهم، وعملية في رمضان كما كتختي الفوق لتحت، كاين الناس اللي خداو هذه وخداو مع هادي. نحيد لكم هاد لي دوبل باغوا، انا اجيكم الاثمنه ديالهم ان شاء الله. لي دوبل باغوا تما واعرين 35 درهم، وهذا الكبير الثمن ديالو 40 درهم. شوفوا معايا الناس خداو هادي، ها هي 140 درهم، وخداو هادي على ثلاثه، نعطيكم كيفاش كيجيو مع بعضياتهم، واعرين صراحه. 140 140 كيجيو ب 280 درهم صراحه. هوته هادو باش نكون صريح، كاين شي حاجه اللي كنحس بها انا هوته، غير هاد التجربه المتواضعه بحال كدير واحد الباز دوني ديال الاثمنه كطي واحد الباريم. انا هادو ب 140 درهم جاوني هاوته، واعرين فيهم الثلاثه هادي، تحط فيها اللوز كركاع المسائل 140 درهم 140 درهم. عندنا في التف لارجونتي وعندنا في الكحل، هادي راه الثالث الكحله ديالها، باقا عندنا في الغيزان دي، باقا في الدايب وباقا في الخضر ياك، هادي باقا في الدوغي وباقا في الخضر، في انتظار ان شاء الله نعاودو ندخلوها. مرحبا بكم. اذا قبل ما نجاوب على الكيسيون ديالكم، فاختي كتجبد لي واحد جوج ديال لي طابل، طابله خاصه بالسلعه ياك غزال، الاخضر الملكي، الرجاويين غيتبرعوا معنا اليوم ياك، اعطيكم واحد لا بروموسيون واعره غنديروها دابا على المباشر. غزال تبع معايا في هاد لا بروموسيون، هادي هاد لا بروموسيون غنديروها على المباشر، خطيره جدا. شوفوا معايا هاد الباكيت تبارك الله، هاد الباكيه غزال غندير فيها واحد لا بروموسيون زوينه ياك. مناسبة رمضان عندنا هاد الباكية كيجيو فيها 6 ديال الطباصل، هما ديال الزاج، بغينا نعرفو الديامتر ديالهم شحال، معرفناش الديامتر واش كاتبين ولا لا، المهم مكاتبينش الديامتر ديالهم شحال فيهم. هادو فيهم غيزان شي 23 راه ماعرفتش شحال في الديامتر ولا 24 راه ماعرفتش. شوف معايا التبسيط تبارك الله كي مدير، شوفوا خطيرة التبسيط ديال الزاج واعر، كرطونة فيها 6، غنبيعو لكم هذا نورمالمون غيزان شحال كيدير الواحد؟ 13 درهم الواحد ياك، حنا غنبيعو، اجي عندي غيزان مش عقلي على الثمن ديال هذا، ووصل لي لو ميساج للوالده، سمعتيني؟ الناس كيسولوا، الناس يسولون على الوالده علاش غابره، راك عارف في رمضان دابا مورا فطور كيبقى تقضي غرضات ولا شي حاجه، ولا تمشي للجامع، داك الشيء علاش كتكون غابره. اذا هاد التفصيل كاينه، كاينه الوالده غيزان؟ امي واش غابره علينا؟ اش بقيتيش كتسولين عنها كاع في اللايف؟ تفصيل واعر صراحة، عوض 13 درهم، غنبيعو لكم باكية فيها 6، ماشي ب 1200 وماشي ب ما غنبيعوهاش ب 80 درهم، غنديرو لها 35 درهم غير، الثمن واعر ولا ماشي واعر؟ 35 درهم، 6 ديال الطباصل مويان غارقين تبارك الله، شوفوا ب 35 درهم، هذي تحت شعار ميزات فاتحة بروموسيون ديال رمضان، 6 ديال الطباصل ب 35 درهم، الحاضر يبلغ الغايب. والستوك اللي باقي الا تسال الستوك صافي الله يرحمهم، وريدات واعرين شوفوا معايا، وريدات واعرين كنبيعوا لكم 6 ب 40 درهم، خطيرين كاين بزاف الالوان فيهم، 6 ب 40 درهم، يا سلام على الثمن.
اذا نبقى لكم في اطار البديع، ندوز لكم واحد الاطلاله خفيفه على البديع. مول جوج مولات 60 درهم، دايرين وكاري 60 درهم، لي بول بريستيج كبار. شو قداش باك الله لي بول، عندنا بزاف الالوان، عندنا في القهوي، عندنا في الدوغي، شوفوا الدوغي، ها هو الدوغي، شو مردوم حشمان الدوغي ما باغيش يبان، عندنا في لارجونتي، عندنا في الخزي، عندنا في الكرونه، الثمن ديالهم 64 درهم. بول واعره خطيره، كنبيعوا لكم فيها 20 سنتيم في الطول، كنبيعوا لكم 6 ب 35 درهم. فراقه خطيره بريستيج كبيره، كنبيعوا لكم ب 55 درهم. لي طاس، السته ديال لي طاس والسته ديال لي طاس كنبيعوا ب 110 درهم، عندنا في النوار وعندنا في الابيض. عندنا هاد لي طاس خطيرين، كنبيعوا لكم باكيه فيها ثلاثه، اربعه الباكيات بحال هادو، اربعه كنبيعوهم ب 50 درهم. عندنا التبصيل ديال الزاز، شوفوا معايا التبصيل، كنبيعوا لكم خمسه ديال التباصيل ب 50 درهم، ب 1000 ريال. عندنا الزلافه ها هي المنقطه، كنبيعوا خمسه ديال الزليف فقط ب 700 ريال. طاجين، طاجين مليح تبارك الله ديال الحطان، كنبيعوا لكم خمسه ديال الطواجن ب 1200 ريال، خمسه. عندنا هاد التبصيل ها هو نوار دقيق تبارك الله ديال البورسولين، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباصيل ب 1000 ريال. عندنا حتى هاد البيض ديال البورسولين، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباصيل ب 1000 ريال، ماشي بديع، بورسولين. عندنا هذا حتى هو ديال البورسولين، 6 ديال لي طاس و 6 ديال لي سوطاس، كنبيعوهم فقط ب 60 درهم، 1200 ريال. يا سلام على لي بانيني. كنعطيكم واحد الاطلاله على المحل في انتظار اختي توجد لها طابل ان شاء الله، وعندكم واحد المعلومات ان شاء الله على المستقبل ديال المحل عندنا، فكنبغيو نشارككم صراحه بهذه المعلومات نظرا للثقه اللي ولينا كنديروا في الكليان الزوين ديالنا اللي كيقيم المحل ديالنا صراحه. باش نكون معكم صريح، حنا عندنا السلعه بزاف، وبعض المرات ما كنلقاش وين نحطوا السلعه، يعني شي واحد لجا ولقى المحل مثلا مرون راه غير يعذرنا وصافي. الا بان لي شي ارتيكل في اللايف غير يطلب من اختي راه تجبدوا ليه، أو لا يطلب من الوالده توري فين كاين، صافي ومرحبا بكم. لحقاش السلعه كتجي بزاف وما كنلقاش فين نحطو، راه كنحطو في الديبو، كنحطو هنايا، وكنلقاو مشكل صراحه في التقاديد، دونك عذرونا، هادشي هو اللي كاين. السته ديال لي طاس والسته ديال لي سوطاس فقط ب 60 درهم. ريشو ايلي تقريبا غيتسالى، كيتستعمل بزاف في رمضان، الثمن ديالو 100 درهم، فيه حتى لي خمسه، فيه سته ديال لي فيتاس، خمسه ولا سته، فيه خمسه ديال لي فيتاس. واه المقله، مقلة على خمسة، شوفوا معايا اون غرانيت، عندنا في الباج، عندنا في المارون، عندنا في الكري. هاد المقلة صراحة فيها بروموسيون واعرة، عوا 350 باش كنا كنبيعوها، اليوم كنديرو ليها 5600 ريال، 5600 ريال، مقلة اون غرانيت اللي ديال لينوكس، دابا اينوكس واصلة حتى ل 5400. اليوم كنبيعو لكم اون غرانيت ب 5600، إذا لا لا ما بقى عندك ما ديري بلينوكس، غرانيت صراحة ما بقاش كنجيبو حنا لينوكس، من النهار هادي درنا لها بروموسيون الناس ولاو كيهزوها هي أكثر من لينوكس. عندنا هاد هاد المقلات هادو أولا كاسرونات، هادو كاسرونات هادو مقلات، على ثلاثة، هادو كنبيعو ب 230 درهم، 4600 درهم كيجيو أسوغتي معاهم، وبزاف الناس داهم ماغيو معاهم. بايني شوية عندنا طيفال، هادي كتسرح كاملة، فيها بايني وفيها شوية 330، وطيفال أون غرانيت كنبيعو ب 370 درهم، ثمن زوين مقارنة مع السوق صراحة، ثمن خطير جدا. إذا مرحبا بكم، غزال لطابل ناضية. يلا اجي اختي نوريكم هاد القريعات، نقول لكم لطاب القريعات واعرين وفيهم ثمن واعر كيجيو. غزلان، غزلان اجي اختي شدي التليفون عافاك الله يرضي عليك، شدي التليفون الله يرضي عليك. هاد القرعات هادو كنبيعو الكبيره والمويان والصغيره فقط ب 50 درهم. الرائع في القرعات هو ان الداخل فيهم هاد اللعيبه ديال البلاستيك ما كتخلاش تنفس، وهذه او ميتال صراحه واعرين القرعات، ثلاثه فقط ب 50 درهم. كيمشيو الصغيره وكتمشي المويان وكتمشي الكبيره، الثمن ديالهم فقط 50 درهم. وعندنا هاد الكبيره شوفوا زوينه صراحه حتى هي، هادو كنبيعو لكم ثلاثه القرعات، عندنا غير في الكبيره هادي كنبيعو ثلاثه فقط ب 60 درهم. هادو كيمشيو مدرجين، الكبيره المويان الصغيره ب 50 درهم، وهادو كنبيعو ثلاثه الثمن ديالهم 60 درهم، زوينين. بالنسبه لهاد القرعه ديال الماء ديال العصير زوينه حتى هي، كتستعمل بزاف في رمضان، هادي كنبيعوها اربعه القرعات ب 50 درهم. عندنا هاد التويشيات ديال البريستيج، كنبيعو لكم البورت كاطو هادي ب 50 درهم، بالنسبة لهادو لي ترونسبارون راه فيهم واحد لاصول زوينة اللي هي كنبيعوهم غير ب 45 درهم. عندنا هاد الكوبا، عندنا هاد الكوبا، عندنا البلاطو، عندنا هاد الكوبا حتى هي الثمن ديالها كدير فقط 45 درهم، عندنا هاد الشلاضية ها هي حتى هي الثمن ديالها 45 درهم. بالنسبة للبلاطو في الكحل ما بقاش كنظن، كنبيعوه ب 50 درهم ما بقاش، الكحل والبيض دونك بقاو غير لي ترونسبارون دايرين فيهم بروموسيون زوينة اللي هي فقط 45 درهم، 900 ريال. بالنسبة لهاد لهاد البورت كيك صراحة بريستيج راه تسالات وعاود رجعات، هذه الثمن ديالها شوف كي دايرة تبارك الله واعرة، كتجيب الرجيلة ديالها
كتجي شنقولوا فيرزاتشي، فيرزاتشي كتجيب لقطه. نحيد لكم هاد التوشيه من هنايا، حيدي انتيا باش ما تخيبيش لنا الديكور. الثمن ديالها 100 درهم، صراحه زوينه بزاف ومازال ديسپونيبل، عاود جات غير البارح، كانت 30 نورمالمون. هذه عندنا هاد البوت كيك ديال الزاج كامله، زاج دغطا زاج، ولتحت الزاج كنبيعوها ب 60 درهم، وعندنا بحالها عند رجيله كنبيعوها فقط ب 75 درهم. اللي عند رجل ب 75 درهم والعاديه ب 60 درهم، وهاد البريستيج كدير 100 درهم، ثمن زوين. طاجين ديال البديع واعر مويان، عوض 100 درهم ولا عوض 80 درهم، باش خداو الناس طاجين ديال البديع كنبيعو لكم فقط ب 600 ريال. طاجين خطير صراحة، كيشوف الحطان واعر هذا. كاين الناس اللي داروا فيه الكركاع اللوز، كاين اللي كيحط فيه مثلا حط الواحد، كيجي واعر صراحة. وداو الناس هذا بزاف صراحة، كاين الناس اللي داو وداو معاه هاد الصغار هادو، ها هما حطوهم معاه وماغياهم معاه، جاو واعرين. كاين اللي دا الطبيصلات، كاين اللي دا الزلافات، كيتماغيا كيجي واعر خطير صراحة. الثمن ديالو فقط كيدير 30 درهم وزوين بزاف. بالنسبة للي بواط هما كيتستعملوا بزاف في رمضان، عندنا هاد لي بواط هادو ها هما المويان كنبيعوا لكم 3 ب 60 درهم. وعندنا حتى الكبيره ديالها، ها هي الكبيره ديالها اللي كتهز اترو لا روب، هذه فيها الطرطاقات، كنبيعوا لكم جوج ب 50 درهم. عندنا هذه لي مينارك، ها هي كنبيعوا لكم 3 ب 50 درهم، كتهز هذه اترو لا روب، كنبيعوا لكم 3 ب 50 درهم. والكبيره ديالها ها هي اللي كتهز نورمالمون اترو وربع، كنبيعوا لكم جوج ب 50 درهم. اذا هادو جوج ب 50 درهم، بالنسبه للمويان كنبيعوا 3 ب 50 درهم، بالنسبه لهذه ايليت اللي فيها الطرطاقات ها هي كنبيعوا لكم 3 ب 60 درهم، كتهز هذه نص سيطره وشي حاجه. وبالنسبه لهذه كتهز قطر ولا روب اللي كتجي من ايليت تاعو، فيها 4 طرطاقات وفيها جوان ديال السيليكون باش ما كتنفش، كنبيعوهم جوج ب 50 درهم، ثمن زوين صراحه. والمعرض الدولي ديال ليمول، مازال كاين ليمول ديسپونيبل عندنا، عندنا ليمول الثقال ها هما عوض 150 درهم، شحال دايرين في الاسواق، حنا كنبيعوهم غير ب 100 درهم. عندنا هاد الزواقه هادي، عندنا هاد الوريده هادي، عندنا حتى هاد المذهب هذا واعر. كاين واحد الشكل اخر ما جابدينوش، راه مازال ديسپونيبل عندنا. وعندنا هاد المول صراحه واعر، هذا اكثر مبيعا، اكثر هاد الزواقه. ما عرفتش علاش الناس عشقوا الزواقه بزاف، انا صراحه ما عرفتش علاش، واش ما عرفتش. المهم هي صراحه خطيره، خطيره هاد الزواقه والناس عشقوها بزاف. المهم 100 درهم بحال بحال، اللي يعجبكم خذوه. بالنسبه لهذا الثمن ديالو فقط 60 درهم، هذا كيدير 1200 ريال، هذا ما تقيش بحال هادو صراحه مويان. مي الثمن باش كياخذوا الناس حتى 200 حتى سمحوا لي 80 درهم 90 درهم، حنا كنبيعوا فقط ب 60 درهم. عندنا هاد ليمول ها هما كيجيو ديال يدهم السيليكون، كيجيو من لامارك بريما كويزين، هادو كيجيو اون غرانيت وريده، واعرين صراحه فيهم التدرجات تاعها، كيتقلب كيجي واعر، الثمن ديالو 60 درهم. عندنا شكيلات اخرين، عندنا هذا المربع ديالو حتى هو الثمن ديالو 60 درهم 1200 ريال. عندنا هذا الوريده هذا، هذا الناس كاين اللي كيديه كيخدموا حتى الروز، بزاف د الحوايج الفلون، هذا الثمن ديالو فقط 40 درهم، لا 45 درهم سمحوا لي، هذا الثمن ديالو 45 درهم. ها هو كنتفكر في الثمن ديالو، عندنا في الكحل وعندنا حتى في البلون، وعندنا هذا حتى هو وريده حتى هو واعره، شوفوا معايا هذا حتى هو الثمن ديالو 55 درهم. كاين اللي مول صراحه بزاف على الشكل وعلى الالوان، اللي جا المحل مرحبا به، اللي بغى يتواصل معنا من بعيد راه نديروا لي ابيل فيديو مع اختي ولا نوريه. عندنا هذا ديال الكيك اللي فيه نورمالمون 12 وحده، الثمن ديالو 23 درهم، هذا كيجي طيفال، الثمن ديالو فقط 23 درهم، ديسپونيبل، شي حاجه مليحه تبارك الله وزوينه. اذا مرحبا بكم، جيو فوزوا بهم. بالنسبه للقرايده العطريه، مازال عندنا هادو الثمن ديالهم كيديروا 160 درهم، هادو بريستيج فيهم هاد اللعيبه، جوج زياتات وسط القراعي. هذه فيها جوج زياتات، ثلاثة القراعي كبار وفيها خمسة القراعي صغار، الثمن ديالها 150 درهم. عندنا حتى الحمراء ديالها راه هي، هذه اينوكس وملونة 150 درهم. عندنا هذه اون غرانيت الثمن ديالها 150 درهم حتى هي، 150 درهم هذه. هذو اللي فيهم ثلاثة القراعي صغار كبار وستة صغار، الثمن ديالهم 150 درهم. اللي فيهم ستة ديال القراعي كبار، الثمن ديالهم 160 درهم، مرحبا بكم. عندنا هذا صراحة في بروموسيون واعرة، هذا الكاس هذا، عندنا ستة الكيسان اكزاغون كيجي معاهم غراف ديالهم، راه هو الثمن ديالهم فقط 60 درهم. حتى هاد الكاس هو عندنا ست الكيسان والغراف ديالهم كلشي الثمن ديالو 60 درهم، ثمن زوين صراحه. اللي هاد الكيسان بوحدهم كيديروا 1000 ريال حتى 60 درهم، حنا كنبيعوا لكم معاهم غراف كبير كيجي معاهم اسورتي في الباكي، الثمن ديالهم 60 درهم، صراحه بروموسيون زوينه وخطيره. هاد القريعات راه مازال كاينين اللي غطاهم اونينوكس، كنبيع لكم اربعه القرعات الكبيره اللي تابعها اللي تابعها اللي تابعها فقط ب 125 درهم. اذا مرحبا بكم، جيو فوزوا بهم. هاد الميزان حتى هو ب 60 درهم مازال ديسپونيبل عندنا. فغنجيكم دابا واحد لاطابي وجدتها لنا اختي، واحد لاطابي اللي خطيره جدا صراحه، شوفوا معايا تبارك الله، يا سلام. لو فيغ رويال،
لو فيغ رويال صراحه واعر. شوفوا هذا البريق تبارك الله كي مدير، حطينا لكم معاهم هذه السكريه، حطينا لكم مع التوشيه هذه، شوفوا كي دايره تبارك الله واعره صراحه خطيره جدا. شوفوا كاينه مع هذه الثلاث على جوج غتجي ان شاء الله، باقي هذه على ثلاثه. عندنا هذه القريعات حتى هما، دونك هذا الباك هذا درناه شنقول ليه رجاوي، شنقول ليه خضر مخزاني صراحه واعر. شوفوا هذا البراق كي داير، عندنا هذا البراق كيجيب السيبوره ديالو والسته ديال لي طاس، الثمن ديالو 7200 عوض 600 ولا 500 درهم، كنبيعو غير 7200 صراحه زوين بزاف وما بقاش عندنا فيه بزاف. هذا عندنا هاد التوشيه هذه هاهي كنبيعوها ب 120 درهم، عندنا هذه هاهي كنبيعوها الثمن ديالها 160 درهم السكريه، كيجيو فيها ثلاثه كيتحيدوا بحال هكا، تقدر تهز كل وحده بوحدها. شوها كيجي افي بريستيج، كيجي معها المعيرقه ديالها وكيجيب هذا الكاس هذا، تقدر تخدم حتى كاس هذا واعر صراحه. ها المعيرقه ها هي، وها هي ها هي هاد اللعيبه ديالها، اذا كدير 160 درهم، ثمن زوين صراحه. عندنا هادو ثلاثه الثمن ديالهم كيديروا 140 درهم، لي فاز ديجا وريتها لكم الثمن ديالهم 60 درهم. عندنا هاد القراعي ها هما، عندنا هاد القراعي الثمن ديالهم 120 درهم على اربعه، الكبيره اللي تابعه اللي تابعه حتى الصغيره صراحه زوين. كانوا ديجا عندنا هادو تسالاو الثمن ديالهم 120 درهم، جيو مرحبا بكم جيو فوزوا بهم يا سلام. دونك عطوني الاسئله ديالكم دابا نجاوب على، والله حتى فرحت لكم. الله يحفظكم فطيفه اخدات، مرحبا اختي، بغيت القراعي ديال 60 درهم، مرحبا اختي، ما عرفتش شنو القراعي كدوي عليهم ولكن جي مرحبا بك. مول ديال كغاتان صغار، مول ديال كغاتان صغار عندنا هادو ها هما اختي، واعرين هادو، هادي كنبيعو لكم هادو أربعة بحال هادو كنبيعهم 60 درهم، تقال تبارك الله ديال الكغاتان وديال البورسولين كيدخلوا الفران هادو وكيدخلوا الفوغ شي حاجة مليحة تبارك الله، حتى ديال البيض راه مازال ديسبونيبل عندنا، دونك ديجا وريناه، ما بقيناش غادي نعاود نوريو صراحة، سمحوا لي كاين شي كليان في المحل غادي يساليو إن شاء الله ونزيد نكمل لكم واحد لاطابل ديال السلع التي تسهل الحياة. قرفتي يا غزلان؟ قرفتي باغي نشوف لاطابل تما؟ اذا نشوفوا لي كيسيون ديال الناس. ما شاء الله شكرا اختي سيرين، شي محل في حي محمدي ان شاء الله ان شاء الله. صراحه الا بغينا نديروا محل ثاني ما غنديروش في حي محمدي ما كنبغوش حنا نديروا محل حدا محل، مي ان شاء الله جايين لكم مورا رمضان ان شاء الله كاين مفاجات. السلام عليكم. ترموسات سوبر ديال الحيره، بالنسبه للسوبر ديال الحيره تسالات لينا نورمالمون عندنا هذه ها هي في الدوغي، فيها 12 زلافه وفيها سوبيرا والمغرفه ديالها و12 تبصيل 230 درهم سالات لينا، ولكن ان شاء الله غادي تدخل في لارجونتي في الدوري ما بقاش غادي تدخل. بقى عندنا هذه اللي كتجيب السيبوره ديالها فيها 6 زلافات و6 المعالق ومغرفه وسوبيرا، الثمن ديالها 180 درهم صراحه واعره بزاف خطيره جدا. اذا مرحبا بكم. بالنسبه للسلع التي تسهل الحياه عندنا اختي وجدت لنا هذه لاطابل هذه، لحقاش غزلان هي المكلفه نورمالمون ب ياك غزلان انتي اللي كتكسبوزي السلع ياك ماناجر ديال التقديم ديال السلع. عندنا هاد لي بواط واعرين صراحه، هادو حتى هما دايرين لا طوندونس المبيعات دابا مع رمضان. شو هاد الكبيره تبارك الله كتهز 7.3 كيجيو على 3 نورمالمون، الثمن ديال هادي بوحدها كدير حتى 40 درهم، حنا كنبيع لكم هاد الباكي كامله ب 60 درهم 12 ميدريال واعره صراحه. والجديد انا دخلت لكم هاد لابواط هادي حتى هي من البلاستار كتهز 2.5 وكتجيب الجيره ديالها ولا كاليتي الصراحه ديال البلاستار كاع ما احتاج ندوي عليها، كتجي معها واحد الشبيكه لداخل نوريها لكم، واحد الشبيكه واعره صراحه فيها لداخل، كتخدم بحال صفايه صراحه زوينه كتهز من هنايا شوها كتخدم بحال صفايه. هذه الثمن ديالهم جوج كنبيعو جوج ب 1000 ريال، عوض وحده ما كنبيعوهاش كنبيعو جوج ب 1000 ريال، لحقاش ما فيهمش شي ربح كثير صراحه. عندنا هاد لي بواط هادو كوليس كنبيعو لكم ثلاثه، شد لي غزال التليفون هادو باش نوري الناس مزيان هاد الشيء لحقاش هاد الشيء كيبغي الديتاي صراحه. سير اذا عندنا هاد البواط هادي ها هما كنبيعو لكم 3 ب 60 درهم واعرين صراحه. عندنا هادي ها هي شوفوا معايا كنبيعو لكم جوج ب 50 درهم، هادي كتهز 3 ايترو وفيها الكوليس، والناس اللي باش يعرفوا الديتاي ديال هادي غزلان هادي بحال لي ماك ديال توبروير شي حاجه مليحه تبارك الله. هاد البطا ديالها كيتحيد وهذا الشيء واخا يتفصل، شوفوا معايا واخا يتفصل كاع شوف هانتو واخا يتفصل كيرجع لحقاش الشيء كامل مخدومه غزلان بالسيليكون شي هو واخا يتفصل كيرجع، وهذه راه ديال السيليكون يعني عمرها باش لابواط ما تكونش كتنفس
باش لابوط ما تكونش كتنفس صراحه. فيهم التوشيه هذه واعره صراحه. عندنا هذه هايا كنبيعوا تسعود، هذه هي ديال السيليكون شحال كنبيعوا غزام تسعود 60 درهم. عندنا هذه حتى هي كنبيعوا 6 ب60 درهم. وعندنا هذه اللي فيها السيليكون من الفوق كنبيعوا 4 ب60 درهم. كاين موديل اخر كتهز هذه كتهز جوج اطرو اونس. وعندنا اللي طاي فيهم، مي حاليا هذا الشيء هو اللي بقى واقع كنظن غزلان، في انتظار ان شاء الله يدخل الجديد. عندنا هذا لي بواط هادو حتى هما كيجيو من نفس لاماك، نفس لاماك ديما هاد فولي لايف شي حاجه مليحه. عندنا في الكري وعندنا في هاد كرونا كنبيعوا لكم 4 من هادو ب60 درهم. عندنا هاد لي بول هادو كيمشيو سيري سيري، فيهم الصغيره وفيهم المويانه وفيهم الكبيره، ديما لا مارك فولي لايف شي حاجه مليحه. كنبيعوا لكم هاد السيري كامل ب 700 ريال. ها هو عندنا حتى في لارجون، عندنا حتى في الكري، وعندنا في هاد الكرونا. عندنا هاد الشبيكه حتى هي كنبيع لكم 63 درهم، كاينه في الكري وكاينه حتى هي في الكرونا، رائعه صراحه. بالنسبه لهاد البلاطو غيزلان شوف معايا، هاد البلاطو كيجي عندنا ندوب على هذا هو الاول. عندنا هاد الغراف هذا حتى هو بلاستار واعر، كاين جوج ايطرو كيجيو معاه 4 الغراف. عندنا في اللوينات، عندنا في البياض، عندنا في الكري، وكاين في الغوص ماشي مشكل، بحال الباج ماشي مشكل. شوف الغوص هاد الباك كامل كنبيعو ب 25 درهم. بالنسبه لهاد البلاطو هذا كاين في البيض، كاين في الكري، كاين في الماغون، كنبيعو ب 25 درهم. هاد البلاطو راه فيه السيليكون يعني الكيسان ما كيزلقوش. عندنا حتى الكبير ديالو عندنا حتى الكبير ديالو ها هو الثمن ديالو 40 درهم. لا لا واحد 25 درهم بلاطو 25 و هاد البلاطو 40 درهم والصغير ديالو 25 درهم. هاد الغراف كيجي معاه 4 ديال الكيسان الثمن ديالو فقط 25 درهم. اذا اللي خدا هاد الباك يبقى ب 50 درهم غيزلان. الثمن زوين صراحه، هائل جدا. دونك مرحبا بكم، نجاوب على كيسيون ديالكم، نعطيكم شي اسئله، نعطيكم شي نعطيكم اجوبه على الاسئله ديالكم، ونشوفوا السلعه اللي مازال ديسبونيبل عندنا. دونك بالنسبه للميناجي الثمن ديالها 180 درهم. باش صراحه واحد المعلومه غيزلان، بزاف الناس جاو عندك هذا الميناجي قالوا كنا كنبيعوا ب 70 درهم ياك. هذا الميناجي باش نشرح لكم، كانت عندنا واحده اخرى فيها سليله، السليله كيكونوا مخشين فيها المعالق، هذه فيها السيبوره اللي سليله فيها تخشاو فيها المعالق والفراش وداك الشيء، كانت عندنا ب 70 درهم. هذه اللي فيها سيبور ديال النوكس الثمن ديالها 80 درهم. الناس اللي ديجا خداو هذيك غيعرفوا الفرق، اللي غير شافوها في التصاور فيقدر تبان لهم قريبه لها ماشي مشكل. دونك مرحبا، حنا غير نشرح لكم وصافي. اذا مرحبا بكم، دونك كنظن وريناكم بما فيه الكفايه. عندنا هذا البريق هذا بريما كويزين، بقى عندنا في البرونز وبقى عندنا في لارجونتي، كنبيع لكم الصغير ب 100، اللي تابعوا ب 110، اللي تابعوا ب 120. اذا مرحبا بكم. هاد القريعات عندنا واعرين صراحه، القريعات كيجيو كحلين مات، شوفوا معايا كحلين مات زوينين هاد القريعات. كنبيعوا الصغار اللي تابعها والكبيره، الكبيره فيها جوج اطرو. كنبيع لكم هاد القريعات كاملين فقط ب 60 درهم، ثمن زوين صراحه واعر بزاف. عندنا هاد البريق هذا او هاد البراد الثمن ديالو كنبيعوه ب 60 درهم. وعندنا هذا بقى عندنا في الكبير كنبيعوه ب 75 درهم. مرحبا بكم. دونك السلام عليكم. شي طحانه كهربائيه زوينه ورخيصه اما تا لله كتقول لي السلام عليكم، شي طحانه زوينه ورخيصه، هذا هو الطلب ديالنا حنا المغاربه كاملين، كنبغيو حاجه زوينه ورخيصه. المهم اختي عندنا واحد وحده ماشي مشكل، مرحبا بك. نعطيك واحد الموديل اللي عندنا، هذه لا مارك كينز، هذه الشيء كطحن حتى القهوه زوينه صراحه، داو لنا نشكروها. غير هذه راه كتبغي التكايوس راك عارفه، وراك طلق وراك طلق وراك طلق، ما تبقاش مرك عليها بزاف، وما طحنش بها لا كونتيتي كثيره، ادي لك تبارك الله عمرها تقول اح، غير ما طحنيش بها كونتيتي كثيره، ماشي تجيبي مثلا 4 كيلو ديال اللوز وباغي تطحنيها في هذه، راه ما يمكنش. هي وراك طلق وراك طلق، الثمن ديالها 65 درهم، والزوين فيها ان فيها 4 شفرات، ماشي مولا جوج شفرات، انا نوريها لكم ها هي. الزوين فيها ان فيها 4 شفرات، يعني طحن لكم اللوز، طحن القهوه، طحن كل شيء. هذه الثمن ديالها مناسب صراحه، ولا تكيس عليها دي لك تبارك الله. بالنسبه للمقراج اوني نوكس مضوبل من التحت كنبيعوه ب 140 درهم، عندنا الجرانيت كنبيعوه ب 150 درهم، حتى هو مضوبل من التحت، عندنا كرافت ها هو 4 ايترو 110 درهم، وعندنا ديال 3 ايترو كنبيعوه ب 90 درهم، مول الجوج 80 درهم تسالينا. مرحبا بكم. سكون شكون عاوتاني؟ السلام عليكم، كتقول لنا عافاك. شي طحانة عافاك ورينا داك الشيء البريستيج اللي فوق البراد اللي فيهم التفصيل ديال الكاج. اختي كنوقع دويت على هادو، يلاه جاو جداد هادو، الثمن ديالهم كيديروا 200 درهم هما على جوج، واللي كانوا قدام عندنا الثمن ديالهم 180 درهم. هادو اللي دخلوا جداد دخل موديل جديد، شوف كيفاش داير، الثمن ديالهم على جوج هادو، بجوجهم كيديروا 200 درهم، وهادو كيديروا 180 درهم، هادو ما بقاش عندنا في اللوان، بقى عندنا غير في الكحل، وهادو الثمن ديالهم كيديروا 200 درهم. بالنسبة لهاد التوشية كدير 150 درهم،
واعره حتى هي سكريه، كيجيب المعيقات ديالها كتجيب كل شيء ليها. عندنا هادو الثمن ديالهم 70 درهم، كيجيو بهاد الحطاطيه تحت هي ديالهم، وهادو الثمن ديالهم 80 درهم. عندنا في البيض وعندنا في الكحل ثلاثه ديال القريعات، كيجيو بالسيبوره ديالهم ديال العود، هاد الطوال 70 80 درهم، والقصار 70 درهم. بالنسبه للمبخرات هذه ديال العود كدير 60 درهم، هذه ديال الباب كدير 70 درهم، وهذه ديال العود اللي فيها التوشيه ديال البخور الثمن ديالها كدير فقط 80 درهم. مرحبا بكم. عندنا توشيه ديال العطريه، هذه الثمن ديالها 140 درهم، هذه حتى هي الثمن ديالها 140 درهم. السلعه ديال فاس صراحه ما بغيتش ندوي عليها، لحقها جايه ان شاء الله نهار الثلاث عاد غنعطيكم الجديد ديال السلعه ديال فاس. هاد الطبوقه جايه مريده زوينه صراحه، والمبيخره حتى هي جايه ان شاء الله. المهم هاد الطبقه كيدير 190 درهم، هو اللي باقي عندنا، داكشي الاخر راه تساله، هذه 140 درهم حتى هي باقي عندنا، اما داكشي الاخر راه تساله يلاه غيدخل ان شاء الله. اذا كنظن وريناكم بما فيه الكفايه، في انتظار ان شاء الله لايف جديد، ونزيدو ان شاء الله نوريكم سلعة اخرى. عندنا هذا البلاطو هذا هو اللي غنختموا به ان شاء الله، الثمن ديالو 90 درهم صولدي، عندنا في الغوز وعندنا في الشيبي، هو اخر ارتيكل غنوريو. اذا كنتم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين السبع، فبقى لي غير نوريكم لا لوكاليزاسيون ديال المحل. بالنسبه للمحل ديالنا كيتواجد في عين السبع، الناس اللي بغاو يجيو للمحل ديالنا سواء من المحمديه ولا سواء من سونتر فيل، هذا اللي كتشوفوا اون فاس معنا هو التكوين المهني، هذا هو التكوين المهني. الا جيتوا اللي معروف دابا في عين السبع حاليا، انا غنوريكم، هو واحد الكلينيك، راه هو كلينيك كبير تبارك الله، اللي هو اش بي سي، اكبر كلينيك كاين في عين السبع. الا جيت واحد هذا الكلينيك كاين حداه الرون بوان، كاين الرون بوان حداه، هذيك الرون بوان تسولوا شي عساس ولا تسولوا شي مول مسمن، واحد مول مسمن كاين تما ولا شي عساس، قولوا ليه حمام الزيتونه او لا قولوا ليه فاتحه مولات الماعن، فغينعاد لكم الطلعه. حنا راه عين السبع راه واضحه وباينه، الشوارع راض، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتلفكم، داك الشيء راه واضح وباين، كاين الحمد لله فين تبلاصيو. جيو مرحبا بكم الناس اللي عندهم طوموبيل، اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش طوموبيل، الترام راه كيحط الفوق حدانا. بالنسبه للطاكسيات ديال الحي المحمدي، ديال درب السلطان، ديال المدينه، كاملين كيحطوا تما في الرومبو حدانا، غير تنزلوا على رجليكم وطلعوا من المدينه، كيجيبوا من الحي المحمدي من كل شيء، طلعوا مع هاد الطلعه. كاين حمام الزيتونه، ها هو حمام الزيتونه، هو انا باش معروف بهاد الشجره ديال الزيتون، وعندنا المحل ديالنا راه ملاصق مع حمام الزيتونه. اذا كنتم مباشره من محلكم ميزات فاتحه عين السبع، بقى لي واحد الارتيكل زوين غنوري لكم الصراحه، متفائله بالله. كتقول لنا هاشوار، اختير الهاشوار لي بروموسيون ديالهم قرب يتسالق، حاولوا تجي تفوزي بهم. بالنسبه شوفوا معايا هذا الجفاف العجيب، الجفاف العجيب اللي كيتعصر غير بوحدو، الثمن ديالو 60 درهم، فتا هو باقي ديسبونيبل عندنا. اذا مرحبا بكم، كنتم مباشرة من محلكم ميزات فتيحة عين السبع.